عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن ماتش الزمالك والإسماعيلي اللي انتهى بنتيجة 1-0 لصالح الزمالك من ضربة جزاء في الدقيقة 20 زيزو يحرزها. طبعا كان يعني الإسماعيلي بيقاتل في أرض الملعب، كان عايز حتى يوصل ضربات الترجيح أو الشوط التالت والرابع، لكن ده محصلش عدم توفيق. شفنا كذا كورة بتخبط في العارضة والقائم، فتحس إن اليوم ده مكانش ماشي مع الإسماعيلي. الإسماعيلي أدى أداء كبير خلاص، الاسماعيلي راجع. شفنا ان كابتن حمزه الجمل عامل معاه طفره رائعه جدا، الاسماعيلي بيحاول يرجع لمستواه القديم. شفنا ان هو يعني ان الزمالك يكسب 1-0 بعد سلسله انتصارات واخر انتصار 5-0 ويكسب 1-0، لا يعني شغل كبير جدا من كابتن حمزه الجمل. بيقفل الملعب قدام الزمالك، في حارس كبير جدا اسمه محمد فوزي في حراسه المرمى، في عبد الرحمن مجدي كان بشكل خطوره، يعني كان في اوراق كتير جدا بتفيد الاسماعيلي من اول حارس المرمى لغايه حد خط الهجوم. يعني ماتش لو قلنا مين رجل المباراه بتاعه اكيد هيبقى محمد فوزي وعواد، دول اكيد رجلان المباراه علشان النتيجه تطلع بالشكل ده، فاكيد الحراس قدموا اداء رائع. نسيبنا من الاسماعيلي ومن الاداء الرائع اللي قدموه ومن كابتن حمزه الجمل ونروح على الزمالك. الزمالك طبعا اللي شفنا ان هو حاول كذا او اكتر من كذا مره يعني يحاول يروح على جون الاسماعيلي ويسجل اهداف، لكن ده ما بيحصلش. يعني شفنا ان كان في تخلخل في دفاع الزمالك بسبب غياب الونش، لانه كان عنده جهاد، فالجهاز الطبي قال لا انا ملعبوش عشان احافظ عليه الماتشات الدوري. وطبعا شفنا كمان ان في خط الهجوم كانش الموضوع موفق، الزمالك مع زيزو والجزيري والحاجات دي كنا بنشوف ان هما بيقدموا اداء رائع، لكن الماتش ده خط الدفاع كان مستموت على الكوره، يعني اي كوره بتعدي ال 18 لا اضمن ان هي خلاص يعني اتشتتت وراحت هجمه الاسماعيلي. يعني انت جمهور الاسماعيلي ما كانش قلقان على الدفاع، الزمالك كان بيحاول يضغط في ضربه جزاء في دقيقه 20 زيزو بيحرز منها ويتقفل سجل الاهداف في الماتش. زيزو بيحاول، جزيري بيحاول، لكن يظل رجل المباراه محمد فوزي، واكيد النادي اللي عمل كل ده قدام الزمالك وخلاه يكسب 1-0 في ظل الطفره المعموله دي، لا اكيد نادي كبير، نادي بيحاول يرجع، نادي عالمي اكيد. يعني بتوفيق الاسماعيلي، الاسماعيلي راجع اهو خلاص، والزمالك بيحاول خلاص. يعني بعيدا بقى نبعد عن موضوع الكاس وكده، ان الزمالك بيطلع للدور الثمانية والاسماعيلي هارد لك اكيد خلاص مع السلامة في الكاس، لكن الاسماعيلي بيشهد طفرة جميلة جدا في الدوري. بدأ يبعد عن مراكز الهبوط والزمالك لسه في المركز الاول، الزمالك فاضل له ماتشين ويبقى متوج بالدوري رسميا. بالتوفيق للزمالك، بالتوفيق للاسماعيلي، بالتوفيق لكل اندية الدوري المصري وكل الاندية اللي بتلعب في كاس مصر، وشكرا. اقابلكم في الفيديو الجاي.